السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم بحوله وقوته، فسبحان الله عما يصفون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندموشنا هتوش ندمنا مشاتش ندمنا رفداتشو بتعامي توددتشو سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الواقية المنجية بلو يسيموات نبياتش صلى الله عليه وسلم. سورة تبارك 30 آيانتش، والله إن كان بحفظ ساهون إن شاء الله كتاب يهي تبارك الذي بيده الملك كما تنياته بفيت كما يعني من توست لك 3 minutes ممكن توست 3 دقيقة 4 دقيقة كما تنياته بفيت كقرهات عذاب القبر سنت سوب عذاب القبر سيدبدب سيتشفجف سيسق اي اسات سيقاتل يهيتش سورة تماغوتا كعذاب القبر تادن حلش مالت نو سلزي يهيتش سورة انجليه مجمرام تناغرنا نا تنارق نتأبك أتون دموش. سورة الملك تبالالج، سورة تبارك تبالالج، بيما تاويك أرات كعذاب القبر نس آيوات ألالو نبياتي صلى الله عليه وسلم. استيق عندو كنان تهومور كل سات أو قن لهن لهن وزيه لنا قاعد اللب لبتشاون هيدو إزا تنش قلل بلو سورة الملك بمتانيو بمهاكلنيو كناري كراتنا سنت دقيقة عندهم توستي ينقرن شي استيستي مكرو عندهم سوش سنت دقيقة عندهم توستي مكرون انقروننا اهون عندي تهتاتشن وين عندو اندباتشن كقرابو هلا بتنقرون دسيلال كل سو اندي ودات سورة مالتنو اشي انقري اسرازت انانيو قابلن جمرا لزاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. جزاكم الله الفحيم ما يكفره. ወደ ተፍሲር ከመሄድ በፊት አንዲት እህታችን ባለፈው 3 ቀን አንድ ጥያቄ ጠየቀችኝ። ከሴቶች ሰብስበን ነበርና ይህ ቁርአን ከተቀራ በኋላ ሰደቀ الله العظيم ማለት ቢድዓ ነው ክልክል ነው አሉኝ እና ምን ታያለ ብላ ጠየቀችኝ። ኦኬ ብዙ ሰዎችም እንደዚህ ሊሉ ይችላሉ። መልሱ ምን መሰላችሁ? በመጀመሪያ ደረጃ ሰው ቁርአንን ሳይገላብጥ ፈትዋ መስጠት በጣም አደገኛ ነው። ኦኬ ለምሳሌ ልበላችሁ። ኮይስቲ ጆ ያኒ ሞባይሉ ይረበሸኛል አንድ ጊዜ ልስጋው። እሺ ተመለስኩ እንግዲህ እና ቢድዓ ነው አሉኝና እንዴት ነው አለችኝ። እንዴት መሰላችሁ ወንድሞች? አንድ ቢድዓ የሚባለው ነገራችሁ አንድ ነገር ሁሉ ጊዜ ባንድ ቦታ ስታስቀምጠው ለምሳሌ ያኒ سمع الله لمن حمدا ስትል በሰላት ምንድነው የሚባለው? سمع الله لمن حمدا ማለት ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا تلاله አይደለ? አንድ ሰው ግን سمع الله لمن حمدا سل حمدا كثيرا وشكرا له ብሎ እሺ ሰላቱ አይበጥልም ግን ሁሉ ጊዜ በዚህ ቦታ በዚህ ዘመን ይሄን ቃል ማለት ቢድዓ እንለዋለን። እሺ ለምሳሌ ሰው ይሞታል ከሞተ በኋላ ለሞተው ሰው ያሲና ተባረክ ይቀራሉ ቢድዓ እንለዋለን። አንድ ሰው ያኒ ለምሳሌ ሲሰግድ ኮፊያ ካላደረገ ሰላቱ አይሆንም የሚል እምነት አለውና ሁሉ ጊዜ ሰላት ሲሰግድ ኮፊያ ያደርጋል። ኮፊያ ካላደረገ ወደ ቤቱ ተመልሶ ኮፊያ ያደርጋል። ንጉል ለው ያኺ ማን አለ ይሄ ነገር ሰላት አለ ኮፊያ አይሆንም ያለ ሰው የለም እንላለን። እና ምን ማለት ነው? ሁሉ ጊዜ እንደሱና አስቀምጠህ ራስህ ነቢያችን ያላደረጉት ነቢያችን ያላሉት ያላዘዙት እንደሱና አስቀምጠ ሁሉ ጊዜ ስታርገው አደ ቢድዓ እንላለን። ላኪን መሰረት ያለው ነገር አለ። ለምሳሌ እስቲ እንዳላርዝምላችሁ صدق الله ማለት ቁርአን ቀርተ እሺ كذب الله እንበል ወንድሞች ጥያቄ صدق الله ካላልን كذب الله እንበል ልክ ነው? ቁርአን በተቀራ صدق الله ማለት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ካደረክ ቢድዓ ይሆናል። ለምሳሌ ምን ብላ መለሰች እህታችን? والله قران የሚያስተምሩን ሼክ ابراهيم የሚባሉ ስላሉ قران ሲቀራ صدق الله العظيم ስለሚሉ ለዚህ ነው صدق الله የሚል አለች አይደለም? እና ምን አልኳቴኔ በደንብ ከተከታተለሽ ሁሉ قران ይቀራ صدق الله للمينه አንዳንድ ጊዜ ነው። አሁን ቁርአን ሲቀራ ابن جمال ሲቀራ ام هيام ሲቀራ ام فتحيه ሲቀራ ام بلال ሲቀራ ሁሉ ጊዜ صدق الله العظيم وبلغ رسول علم الفو الفو ግን صدق الله لله ይህ ደሞ በቁርአን አለ። በሱራት አሊ ዕምራን ቁጥር 95 አያ ብታነቡ እዛ ታገኛላችሁ ይሄን ቃል يقول سبحانه وتعالى በዚህ ቼ ሱራ قل صدق الله قلبك قالوا الزهلي قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. بل من الأدب ما نم نقر يا الله قال ست سماء الله أكبر والله صدق الله مالت
በጣም ይወደዳል እንጂ እንዴት ቢድአ ይሆናል? እና ለምሳሌ አቡ አኒስ አንድ ነገር ይናገራል። ምን ለዋለው አቡ አኒስ والله العظيم እውነት ተናገረ ማለት ነውር ነው? ቆላ እና نعم አቡ አኒስ قل صدق الله بسورة آل عمران እንደዚህ እንደዚህ ወንድሞች يعني እኔ አሁን አንድ አያ ሳመጣ ሰዎቹ በጣም يعني ስለሚማታባቸው አያው እዚህ ብትጽፉ በጣም ቆንጆ ነው። ሐሰናት እንደሚያደርገው ሐሰናት አለ ሐሰናት ዛሬ የለም መሰለኝ። እሺ ሐሰናት አንዳንድ ጊዜ እኔ يعني ከቶፒካችን ያሆነ ሌላ እንደ ምሳሌ አያት ሳመጣ አንተ እዚህ ትጽፋዋለህ አይደለም? እንግዲህ ጠለበት العلم አሉ ሼክ ኢብራሂም ኬት ነው ያነበቡ ይሄ አያ ብለው يعني ይመታባቸዋል። አንተ አምጥተህ እዚህ ቁጭ ስታረገው አያውና ሱራውና የአያው ቁጥር ያመለክታል በጣም ደስ ይላቸዋል ማለት ነው። እና بسورة آل عمران 95 آية قل امر كونوي قل صدق الله إلال ስለዚህ ልክ እንደ ሱና እንወሰደው ማንኛውም ቁርአን ተቀርቶ ሲጨረስ صدق الله ማለት ልክ ነው ቢድዓ ነው። لكن አንዳንድ ጊዜ ግን የአላህን ስድቅና የቁርአንን صادق መሆኑን ቁርአን ለማመልከት صدق الله ብትል እንዲያውም በጣም የተወደደ ነገር ነው። አሁን ሐሰናት ትናንትና እኮ እንደዚህ እንደዚህ ተገኘና እንደዚህ 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 ቢየመለስኩላቸው ሲል صدقت والله እውነት ተናገርክ ማለት ጥሩ ነው። خلاصة الكلام باجروا لساتروا قرآن سيقرأ هلو جزي عند السنة أدرغن صدق الله أنبال انجي الله صادق مهولون ما بملاساتشن بلباتشن ممسكر اللبن لالهم اشي اهون قدي وده تفسير نهي يسمانا اتشو آياتوش من لالو يا أخوة لاحظوا الله سبحانه وتعالى بزي اهون يتنببوا آية مالتنو لحظة سنتينيو آنو يا نبابتشو أو أسرى زيت أنينيو آية من إلى الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا بنعمة الأرض ይች መሬት እንዴት እንደፈጠራት ከዚህ በፊት ያለው አያ ተናገረ። ምን አለ? هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور عليه مريتوا ለናንተ ተመቺ አድርጎ ነው የፈጠራትና ዳጎቱም ኮረብታውም ቁልቁለቱም ምናምኑም ባህሩም ሜዳውም ሁሉ ለሰው ልጅ አመቺ አድርገ ነው የፈጠርኳትና በጀርባዋ እየሄዳችሁ ብሉ ጠጡ ንገዱ ስሩ እንደፈለጋችሁ ተዝናኑ አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ። አሁን ቀጥሎ فقال ايضا انظروا الى ما فوقكم አሁን ቀጥሎ ምን አለ? መሬቷ በደንብ አርጋችሁ እዩትና ስንት አላህ ተአምር እንዳለ ደሞ ተመልከቱ አለ። ቀጥሎ ምን አለ? እስቲ ወደ ላይ ደሞ እስቲ ወደ ላይ ወደ ሰማይ እስቲ ጎራ ብላችሁ እስቲ እዩት ወደ ሰማይ ምንድነው የምታዩ? اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير استوى لاي يوتنا وفوتش باند غزي 2-300 وفوتش تسبسبو سيهدو ويم لبچو عند وف ستهد تاقالاچو وفوتش اندالو امببو ستي انسايكلوبيديا منا منا امببو وندموچ وفوتش allo كساوث افريكا ودي اوستراليا هيدالو ከሳውዝ አፍሪካ ተሰብስበው ወደ አውስትራሊያ ሄዳሉ። ምን አላቸው? እነሱ ያቃሉ። ተሰብስበው በከረምት ከሳውዝ አፍሪካ ወደ አውስትራሊያ ሄዳሉ። ከረምቱ በጣም ጥሩ ነገር ስላለ ዘማ እንደነገራቸው አላቀም። እዛ ቆይተው ትንሽ ከሶስት አራት ወር በኋላ ደግሞ ነገሩ ሞቅ ሞቅ ሲል ወደ ሳውዝ አፍሪካ ይመለሳሉ። አንድ ጋ ይመለሳሉ ወደዛ ጎጃቸው በሰሩት ጎጆ በዛ ወደዛ ይመለሳሉ። አንዱ የጠፈር አስተማሪ ምን ይላል? አንዳንድ ወፎች አሉ 10000 ኪሎ ሜትር ይሄዳሉ አለ። 10000 ኪሎ ሜትር ደርሶ እዛ
ጉዳይ አላቸው እዛ ተመግበው በልተው ተዝናንተው ይመለሳሉ ይሄኮ ነው የሚያመለክተው አላህ አወለም የረው الى الطير فوقهم ወደላይ እንደዚህ በልና እነዚህ በያይነታቸው ወፎች ያቸው እስቲ والله والله እዚህ ሩም ያለነው አሁን ስለ ወፍ አስበታ ቃል ወንድም እስቲ ልጠይቀው እነቴ ነው ስለ ወፍ የወፍ ተአምር አላህ እንዴት እንደፈጠራቸው ምን አይነት እንዳላቸው ማንንም ሰው አስበው ያለቀም لكن الله من لال تملكتن جوفوش طيب ليلاس من نملكت وندموش أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يعني هلت كنفات شو زرقتو سيهدو أتملكتو إلى الله سبحانه وتعالى هلت كنفات شو يزرقونا اندقنا ويقبضنا اندقنا دومو سبسب يارقو تال اندقنا يزرقونا سبسب يارقو تال اندقنا يسبسبونا اندز يارقونا ميبرو وفوش كاياتشو እና ሁለት ክንፋቸው ሰፋ ያድርጉና ይዘረጋሉ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ያኒ يقبضونه ويقبضنا طيب بزيه هواه بزيه نفاس بزيه ማንነቱ ያልታወቀ ከመሬትና ከሰማይ ያለው ጥርጊያ የሌለው መንገድ የሌለው ما يمسكهن ማን ነው ሚዛቸው ማን ነው የሚሸከማቸው አይወድቁም ወይ الى الله سبحانه وتعالى ما يمسكهن الا الرحمن اني قال هونك بستقر ما انه انذ هوفوش باير تنسفو سيهدو جرافيتي الا ادلم لمن ايسباتهم لمن ياودقاتهم الا الرحمن انه بكل شيء بصير يقول صافات تملكت والله قران سنت سرني يالله والله اسلاموچو تنيتوال بالقران رغد كمطان كله سو تنيتوال والله يقول أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات صافات بامارنيا هلت كنفات شو زرقتو مالتنو اندقنا تنشهدونا ويقبضنا اندقنا هلت كنفات شو يعني من جنو مبلو يملسو تنا اسر يا رقو تال اردوني استي بامارنيا ويقبضنا أبو أنيس يعني سبسب يارغو سبر يادرغوال اشي سبر يادرغوال سبسب يادرغوتال اشي اوكي من قالوا علماءكم في هذه الايه امر عجيب قالوا في هذه الايه شي 500 مليون مسلموش يما يقوت عند مستير الله زي قالوا مندنو قال صافات عليه ولكن لم يقول قابضات لببلوا ولم صافات ويقبضنا نو يا لونجي صافات قابضات على لمالو لان الاصل في الطيور ان الزي هو فوتش دنبنيا يميبروت حيل صافات نو قالو ሁለት كنفاتشو سيزرقو نو لا تستطيع اي طير الا واجنحتها صافات ان عندت وف كمريت تنستا ستهد هلت كنفوا كالزرقات عند متر لتنسفف ولتهدات تشلم بأير طيب ويقبضنا لنجي قابضات العالم لمن أصلا انتنو يعني مبررو بكنفو سيتأمرو تهد اللم طيب لمن دنو ميتأمرو سنتنو لمن دنو ميملسو تأسر يميارقوت وسبسب يميارقوت لمن دنو قالو ليصرفونه والي وندموش يهن مستير تملكتو صافات ويقبضنا يقبضنا مالت تدخل يعني ليصرفوا سيفلقونه سبسب يميارقو تنجي سبسب بميارقو اي بروم عليه سبسب بمارق اي بروم استيبو هلا درس شرس بمارني عرقاتشو طرارة مارني عرقاتشو قلسود انا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يه ما برر يعني صافات يعني زرقت يم يادرقت اللي بر السنو 100% يما برر حيلو صافات سيهون نوالو طيب قابضات العالم قابضات كالي صافات إن قابضات هلتن يا بر العالم لكن لا ويقبضنا هذا اسم وهذا فعل ويقبضنا إن صاف يعني سيزرقت سلمي داكموت أصرف ያሳርፋሉ እንደገና ይዘረጋሉ ትንሽ ቆይተ ደግሞ ያሳርፋሉ ለምሳሌ እስቲ አንተ አይነህ አፍጥተህ ስንት ደቂቃ ልትቆይ ትችላለህ አውቶማቲካሊ
አይኑ ይዘጋል ይከፈታል ይዘጋል ይከፈታል አይደለም ደ ወንድሞች طيب መዝጋቱ አይኑ ሲዘጋ ታያለ አታይም መቼ ነው የምታየው አይነ ሲከፈት ብቻ ነው طيب ለምንድን ነው የምትዘጋው እኔ አልዘጋው አውቶማቲካሊ ስለሚደክመው ይዘጋል እንደገና ይከፈታል አይነ ስለሚደክመኝ ይዘጋል እንደገና ከፍተዋለሁ ማየት አይነ ስትከፍት ነው ስትዘጋ አታይም ግን ለማሳረፍ ነው ይሄ ደሞ እነዚህ ደሞ አሉ አስለን መብረሩ ሁለት ክንፋቸው ሲዘረጋ ነው እንጂ يعني سبسب سيارغوت لما صرفنو قالوا طيب لان الاصل في الطيور صافات لا تستطيع الطير الا لا يستطيع اي طير ان يعني ان يطير بجناحيه الا صافات اوكي كذا قتلوا من عليه جاء عارض للاستراحه يهن قابضات يميلو ويقبضنا بمحكل جبته ليصرفوا يميادرغوت حركه نواله يعني تطير وجناحيه صافات فاذا ارادت ان تستريح قبضت جناحها اوكي فتقول الاصل فنقول اخواننا الاصل والنو نلالن في الطيور بوفوتش والنو حين تطير اجنحتها صافات يعني مزرقات اللبت ولا يمكن ان تطير وجناحيها قابضات ابدا نا ستبر انتنو يعني هلت كنفوا سبسب ستارقو لما صرفنو انجي سبسب ارقا تنش بتيت ودقالج قال احد العلماء تملكتون قدي من فائدة اللوية قال لو عرف المسلمون معنى هذه الآية منذ 1400 سنة لسبقوا الغربيين في صنع الطائرات اسلاموش ይህ አያ ከወረደ 1400 አመት ሆኗል እስላሞች ተንይተዋል ይህን ምስጢር አላወቁም ይህ ምስጢር ቢያውቁ ኖሮ ግን ከምዕራባውያን በፊት አውሮፕላን ይሰሩ ነበር አለ አስለን አውሮፕላን የተሰራ ከዚህ ምስጢር ይወጣ ነው አሉ طيب كذاس لان الطائره له الطائره ይህን አውሮፕላን ከአገር ወደ አገር የምንሄድበት ጣይራ لان الطائره التي نراها يستحيل ان تقبض جناحيها يدمو اديس سنتنو ونت كون والله يستحيل امبوسيبل عندت طائره اوروبلان وف اندمتارغو يقبضنا يعني هلت كنفوا تزرغانا ستدكم دمو سبسب تارغوالچ اندزي طائره ايتاچو تاقالاچو اندموچ يلم مكنياتو هلت كنفوا لاند سكند انكون አውሮፕላኑ ስብስብ ብታረጋው ትወድቃለች ምስጢሩ እንግዲህ ሳፋት ከሚለው ቃል ነው لان الطائره التي نراها يستحيل ان تقبض جناحها والا تسقط سقوطا والله تعجبت كثير جدا ይህን ምስጢር ሳገኝ ገረመኝ ثم قال سبحانه وتعالى ما يمسكهن من لو ميزاتهن الطائرات الا الرحمن الرحمن يعني الله سبحانه وتعالى يعني العاده يهن دمو ياندو يونيفرس يمياطنا ساينتست نو يالو مناله يعني العاده له العاده يعني انيا يلمدنو نورمالي لوجيكالي يمنايونا يمنسماو العاده في قوانين الجاذبيه ايرث جرافيتي الا ادلم ايرث جرافيتي من يادرغال ماننياوم نجر ودلاي كطالكو جديتا تملسو بمريت مودق قلبت ادلم وندموچ ከነጋላችሁ ያላችሁ ወንድሞች ድንጋይ ከጣልክ ይመለሳል የፈለገውን ነገር ብትጥል ወደ ላይ ግራቪቲው ስለሚስበው ግዴታ ወደ መሬት መውደቅ አለበት አለ تقول كل شيء رمي على الهواء لابد ان يسقط من جاذبيه الارض ይሄን እናምናለን እያየነው ነው ደሞ በተግባር طيب لماذا خالفت الطيور لمن ان ذي وفوتش يهن حق الله اسقمطو بنفاسو بهواهو بيونيفرسو ياسقمطو حقنا قانون انديت خالفه يهتشن ان ذي وفوتش يهن لمن يهن حق صبرا زمبلا يعني تهدالچ ودلاي انديت تشالچ امرنياو گلصنو ان ذي وفوتش الله اسقمطو يا جرافيتي فورمولا يهن صبرا زنبلا ود سماي 100 كيلومتر ود لا تهدالچ انديت چالچ
تقول كل شيء رمي على الهواء لابد أن يسقط من جاذبية الأرض. طيب لماذا خالفت الطيور وهي لا تسقط وفش لمن يودكم عنده قند فرمولا كونه هلو ودلا يهدي ودك أهلال. الجواب جواب لنقراتشو في الآية نفسها ما يمسكهن إلا الرحمن الله سلم ميزات شونه نجيب فرمولا وإن ما مودك نبرا باتشو ما يمسكهن يهن لما ملكتنا يفلقوا الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن جرافيتو أدلم الشيبلو يلقى كاتشو أدلم جرافيتو ما تهزوال ودتاش اندي سيباتشو لكن ما يمسكهن إلا الرحمن عندان دقزي وندموش إني يهن زاري اللبات تاك الله شو قولي قولي نلالون بتغرنيا زاري اللبات سيت مدنوم ترت كرم كمرق انا حي 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 تلال چنقلات وات ستالج والله عند عند غزي اني قران عند ملكو مستير ساغن يزار انتني يزنيال امرق نالو بتام ودو الله اذا طيب لكن كيف يمسكها الله اهو ده الله نملس الله انديت يزاتال وهو خلاف المعروف قانونون ويم دمو يفورمولان حق صبرو انديت يزاتال الجواب ما يمسكهن إلا الرحمن وهو قادر على كل شيء شاي سلهون يزاتال طيب إني انديتي يزاتال بلن سنتيك يهن تياك بللات إياك الملسون دموج كيف منع النار كيف منع الله النار من إحراق إبراهيم سيدنا إبراهيم يعني ترارا ميحل إسات تقاتلو عند كيلومتر ركه لابراهيم تبلو يتقاتلو اسات عند كيلومتر رقه موقوتو يسمح نبر كقاتلو يتنسى اذا ورورو انديوم اندزي لي اسغبوت الشالو شيطان ابليس متون يماكراچو بزي بونچف اند انتن مندنو متلوت بقست منامن ارغو نو يطالو اذا غب ادلم عند عند علماء شي يميلوت عند ور تقاتله اساتو نغوسنا منستروچنا حزبو اساتو امد اندي هون يتطبقو نو ابراهيم انغدي ز امد هونوال بلو يتطبقو ناتشو كاند وار بوحالا اساتو سيطفا ابراهيم ز بونبر قچ بلو كجنا يمطالچ ويننا زبيبنا قزقزوها ايبللا يتطا اغنيوت من نو اساتي مناوقو تقاتلالچ لابراهيم لاقاتلچم لمن وندموچ يقول سبحانه وتعالى قلنا يا نار نعم يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم قالت انتي تقاطيالش لما قاتل نو يفطركوش اهون جن لابراهيم برد قزقز بلي دومو اندات تاسق ايو اندات تغوجو بردو اندات هوني سلام هوني سلام هوني اني انا نغزي اونتي نو يا نار يلاتال يعني كوني بردا قزقز بيو يا اسات يا اسات قاتلو انسلت الله سبحانه وتعالى دومو سلام هوني بليلا اندا يغدى الله سبحانه وتعالى طيب ليلا دومو كيف منع النار كيف منع سكين ابراهيم باللوا بغاردال برياردال طيب بغنار يا بغنا يا بري اهيا انغت يقرط بلاوا يا اسماعيل انغت هايقرطم وندموچ نعم كيف منع السكين ابراهيم سيدنا ابراهيم لجاچو اسماعيل لمارد سيفلغو بقى اندزي مارد انبي على انتنو بالله انبي على مادو كذا وهلا سيدنا جبريل عند بغيزو متانا يا ابراهيم لقد صدقت الرؤيا الله سبحانه وتعالى عززه ادركنا درسه اهون انكا لجي اسماعيل تهونا يهم بغرد بلو سطو الله سبحانه وتعالى طيب ليلى كيف البحران ولت بحر الله هيدونا ايوث وندموج بزي باسيفيك اوشن نو يمبليلا اوشن نو يالو درو كرو الله كفطرو جمرو ولت عينت وها عنده ببحرو هون انيا تنيتن ولت بحر ولت بحر نلالن انزي يبحر ات يا يمياطنو ساينتستوش كن بزو نغر نو يتماركو النسو سلازي ولت بحر عالو عنده طرو وها عالو اندياوم اسا يمشكراكروبت وها نو አንዱ የሞተና ምንም አይነት ህይወት የሌለው ውሃ ነው
ሁለቱም ግን አብረው በአንድ ቦታ አሉ በመሐከላቸው አንድ መጋረጃና አንድ ድንበር አደረገላቸው አላህ Subhanahu Ta'ala يقول سبحانه وتعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات عنده باند بوكل يالو وها عذب دسيل ستتا فرات وهذا ولتنيوس ملح اجاج وما يهونو مدفو وها طرو وها هلتم باند تكمطوال وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا يعلم سوج تسبسبو موتو ሁለቱም ለማደባለቅ ቢፈልጉ አያደባልቁትም ምክንያቱም በመሐከላቸው አላህ ትልቅ ግድብ አደረገ ትልቅ ግድግዳ አደረገ በአይን የማይታይ ኢማጂነሪ ሆኖ ግድግዳ አደረገና ሁለቱም ጨዋማና ጥሩሃ ሊገናኙ አይችሉም وهذه آية من آيات الله طيب ليلى كيف فلق البحر لموسى سيدنا موسى 600 وتدرج يزو يروط يشش سيهد نا القي عساك قالوا الله سبحانه وتعالى ببترو ارغو متالو نا بحرون سيمتا فلق البحر بهلت تكفل لنا سيدنا موسى ك600 وتدرج وطا كوطا بحالا نجا سيوطا عند سو سايقر سيوطا فرعون مليون وتدر يزو بذا بحر جبا الله سبحانه وتعالى بحرو اندنبره ملسونا ሁለቱም ተገናኙ በቀኝ በግራ የነበሩ ባህር فرعون ከወታደሮቹ እዛ ሰጠመና እዛ ቀረ ማን ነው እንደዚህ የሚያረጋው ባህር ይሄ ቀይ ባህር እኮ ነው ባህሩ ቀይ ባህር 1000 ኪሎ ሜትር አለ ባህር በእንትኑ በአግራችን በዚህ በእንትኑ የነበረው እና ይሄን በሁለት ፈልቆ ለሙሳ ያወጣው ለፍርዖን ግን ያሰጠመው እንዴት ቻለ አላህ Subhanahu Ta'ala طيب ليلى كيف انزل القمر يه قرقا يمنايو كمريت بلاي هونو سايزو الله سبحانه وتعالى بهولت كفلو لنبياتين ياوردلاتشو كيف كيف هذا يقول سبحانه وتعالى اليوم بسو سمنو عند سوره يتوقع سوره القمر الى له ادلم دي الله سبحانه وتعالى مندنو ميلو سوره القمر اقتربت الساعه وانشق القمر الله سبحانه وتعالى لنبياتين تأمر سيل انتنو چرقاو بهلوت كفلو بهلوت ترارانو ياوردو انا مندنو يالوت قريشو انت محمد اونت نبي كونك يهن يمنايو چرقا استي اوردو اوردو استي قالوتنا كذا وهلا تامنا اللاچو علي او انامنا لن يهن چرقا انجدي تأمر نو ايچلوون بلو نو يتأيقوت الله كن چاينو انا ጨረቃው በሁለት ከፍሎ በሁለት የመካ ተራራዎች አወረደው አይደለም አሁን سحر مبين قالوا السحر هذا ايه سحر نو اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يقول سحر مستمر ان سحر نو قالوا لكن الله سبحانه وتعالى نبياتين لما سافر الفلقم من هنا من قالوا نبياتك صلى الله عليه وسلم اهون كسوريا يتنسوا ويم كيمن يمين يتنسوا تسافاري وچالو الناس استتأيقواتشو سيموتو قالونا كهولت كان بوهالانو كسوست كان بوهالا تسافاري وچو متونا قريشتشو بمكة دجاف قويتو النزا تسافاري وچو من الواتشو من اياتشو من اياتشو الواتشو انتي تأمر كوين عند امستمتو كيلومتر ركن جنا مكة روك يالو ጨረቃው ሲወርድ በለሊት አየነው በሁለት ከፍሎ በመካ ነው ብለናል እኛ የት እንደወረደ ግን አናቀም سبحان الله العظيم ነዛ ተሳፋሪዎች መሰከሩና ነቢያችን ረጋ አሉ ተደሰቱ እንግዲህ ማን ነው እንግዲህ ጨረቃው አሁን ባለነው ዘመን ሳይንቲስቶች የጨረቃ ማንነት ለማወቅ አልቻሉ አንድ ጊዜ ወረዱ ጋጋሪን ነው የወረደው አው አንድ ጊዜ እዛ ወረዱ አፈር ነው ድንጋይ ነው ውሃ የለውም ንፋስ የለውም ብለው ወረዱ የሱ ማንነስ ካውን ድረስ አላወቁም ነቢያችን ግን በሁለት ፈልቆ መጣላቸው ይሄን ነገር طيب ከዛ በኋላ كيف صعد النبي صلى الله عليه وسلم ደሞ ሌላ ተአምር الله እንዴት ነቢያችን በአንድ ለሊት 12 hours بس እንደውም አقل من ذلك بس 8 ساعات بس 7 ساعات ወደ ኢየሩሳሌም ሄደው በነቢዮች ኢማም ሆኖ አሰግደው
በዛ ለሊት ወደ አንደኛ ሁለተኛ ሰባተኛው ሰማይ ደርሶ ከሰባተኛው ሰማይ እንዲያውም ሌላ ሄዶ ሲድረቱል ሙንተሃ በሚለው ደርሶ በአንድ ለሊት የመጡ እንዴት ማን ነው የሚችለው ይሄ ነገር? يقول العلماء بين الارض والسماء السابع 7000 سنه يا 7000 امت يا 7000 امت بفرس ياقلبك يمتهدو نبياتين ب 8 ساعات درسو متو واعجب من ذلك انغدي الله سبحانه وتعالى ويقبضنا ما يمسكهن الا الرحمن يميلو اعجب من ذلك ان الله خلق الطير وهيئه ان يطير عشرات الكيلومترات ይህ በጣም ضعيف የሆነው በአድን አንድ እንትን አርገን በድንጋይ بنመታው የሚሞት እርግብ ወይም ደሞ አንድ ወፍ يعني ይሄን እነዚህ ወፎች በጣም ደካማ የሆኑ በእጃችን ጭፍልቅ አርገን በሁለት ልንከፍላቸው የምንችል እኛ የማንሄድበት እኛ የማንደርሰው መሳፋ ርቀት ደርሰው ይመጣሉ። من العلماء شو ان الله خلق الطير وفوش سيفطر الله سبحانه وتعالى هيئه يعني اكويبمنتو بمولو نيسطو ان يطير عشرات الكيلومترات سنت كيلومتر لمبرر يمياس تشلو مساريوچ سطو عليه كيف العجيب زودها بحده البصر الله اكبر وف 10 كيلومتر بلاي ويم 100 كيلومتر رقو بلاي ወደ በመሬት ላይ ያለው ስንዴ ምግቡ ማለት ነው ቀለቡ ያያል ይወርዳል يقول العجيب زودها بحده البصر بحيث ترى رزقها الحبات التي رميت على الارض من فوق الارض بكيلومترات وتنزل لتلتقط تلك الحبات سبحان الله العظيم وفوا ازاي ما هنا ندزي بلا ወደ መሬት مندنو سندينو يفسسو ولا مندنو دابونو ترفاتو انت تاهلچنا بلا وقت متى مغبوان بلتا ود سماي تملسالچ واذا كان رزقها في البحر دومو اسا لببلت كفلگچ ويم دومو بزا هنا اسا اسو يمتمگبو اسا كايچ ابصرته تاهلچ ونزلت ونقرت في الماء بزا ماي وها يا افوا ورورا እንደዚህ አርጋ ተመታና ولا يخرج من قرها الا بسمك لا بد ان سمك يزو يوطال افوا ولو كانت حشرات እንደዚህ ትል ማትል ያሉ ደሞ ከሰማይ ወርዳ ትሎቹን ታይና ትሎቹን بافوا يلقمچ يلقمچ تبلالچ ونقرت في الحفره او المكان الذي ابصرت به رزقها من دون منم عينت ساتتشجر بسماي هنا يايچو قلبوا وردا بلتا تهدالچ يميگرمو نجر وزودها الله سبحانه وتعالى زودها من مالتنو ستات فطرلات اعظم جهاز لهذا العمل لذيهم يهون تلق جريدر نو يسطات مندنو منقار ايش معنى منقار بامرنيا يي افوا اند مرفي اند قفا يمي قفر انتن يمي مسلو منقار بامرنيا تاقالاچو زارين ياغنيهواچو انغدي بامرنيا يليلو قالنو تك عربي انجليزنيا نو بامرنيا منقار من يبالال منقار مالت يوف رجمو غدغواد ميقفر اف نو برت يميمسلو ابو انيس اندزي حله منقار يلنم من ياسفلغنالنيا لكن ياچ يوف تلقو مساريا واسو سلهونه والله يا سولج አቶ ክራይቶ ያቀም ይሄን ሚንቃር ይወፍፍ አፉ አይደለም የሚገርሙ ሚንቃሩ ነው ሚንቃሩ يعني እንደዚህ በጣም ረዘም ያለ አንድ ጊዜ አይነህ ከመታህ ያፈሰዋል والله እንደውም በዶሮ በእንትሩ በወፍ የሞተ ሰው ይናቃለሁ ወፍ በጣም ተቆጥቶ ልጁን በደንብ መታው 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 እንትናለ እንደውም እኔ ትዛለኝ አሁን የፋጢማ الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان لجي نبرتشو يا سيدنا عثمان عبد الله مبال لجي الولدة شمك عثمان او لمن دنو يموتو
አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ? አንድ ፈረስ ስለመታው ነው። ላ ሌላ ዑለማዎች ምን ይላሉ? አንድ ትልቅ ወፍ ስለነደፈው ነው ስለመታው ነው ይላሉ። على كل حال ወደ درሳችን መለስ وزودها باعظم جهاز تلك مساريه ستات منقارها ይህን በአፍوا በጣም شارب ሆኖ አፍሱ ሰጣት ማለት ነው። وزودها الذيل ደሞ ይሄ ነገር ሰምተነው አይማናቀው ነው። ወፍዋለ ወፎቹ ሲበሩ በሁለት ክንፋቸው የተንሳፈፉ ወደ ላይ ሄዳሉ። እሺ ጭራዋ ምን ይሰራል? የወፍ ጭራ አለ ሱብሃንአላህ እሱ ባይኖር ኖሮ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ልጠመዘዛት ይችላል ማለት ነው። ሱብሃን ረቢ አልዓዚም ትበርና ወፉ ይበራልና ወደ ግራ ለመዞር ከፈለገ እንትን ጭራው ነው። ጭራው እንደዚህ ወዝ ወዝ ያርጎና ወደ ግራ ወደ ቀኝ የሚያዘዋውረው ጭራው ነው አለ። وزودها الذيل الذيل عن ጭራ ማለት ሊተንሐኒ ዩምነተን ወዩስራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ለመዞር የሚረዳት ጭራዋ ነው አለ። ወሰደቀ አላህ አላህ እውነቱ ነው አለ። ምንድን ነው ቃል ሰይድና ሙሳና ፊርዖን ሲከራከሩ አላህ አንድ ነው ተከተለኝ እኔ ነቢ ነኝ ሲለው ለፊርዖን እምቢ አለ። አንተ ሳሕር ነህ ምናምን ምናምን አለው። استل طيقه له فرعون كرو استل طيقه يا موسى قال فمن ربكما يا موسى اني فرعون كرو ميلو انا ربكم الاعلى بي الله اني يهزبو فطاري اني ني انت متلو كن فطاري قال من ربكما بلو طيقه موسى من عليه قران يقراه نو اندمج قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله ለሁሉ ፍጥረት አፈጣጠሩ አሳማረና በምን እንደሚካሄድ የተፈጠረው በምን እንደሚካሄድ ደሞ መሳሪያው መንገዱ ያሳየ ጌታ ነው። ንብ ያኒ ሮዝና ቀጠላ ቀጠል ወይም ደሞ አበባዎች በልታ የሷ ሰገራ ማር ይሆናል። ለግመል ትልቅ እንትን ሰጣት ትልቅ አንገት ምክንያቱም ረዘም ረዘም ያለ ዛፎች ከዛ ለቅማ ስለምትበላ እባብ በሆዱ ይሄዳል ምግቡ ከመሬት ነው። እያንዳንዱ ፍጥረት የሰው ልጅ በሁለት እግሩ ይሄዳል በሁለት እጁ ይሰራል። ለእያንዳንዱ ፍጥረት አላህ ፈጥሮ ለሱ የሚሆን የሚያገለግለው ነገር የሰጠው እሱ ነው አለ። قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ፈጥሮ ዝማል አለ الله سبحانه وتعالى እያንዳንዱ በምን አይነት እንደሚኖር የነገረ ጌታ ነው አለ። وقال سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقالوا علماءش منالو مسلاچو قالوا اقوى البصر في الطيور لا يماثله شيء من الحيوانات بمريت ያሉ እንስሳዎች በሙሉ بتسبسبواቸው እንደ ወፍ አይን ያለው የለም حد شرط عين شرب عين بنتنو بوفوش نه يالو عند كيلومتر 2 كيلومتر رقو كمريت من اندمياي بمريت يا قالسو سلازي اند وفوش سلازي وفوش مندنو مسارا يسطاچو وندموج اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير يالو وفوش اهو اند گلصكولاچو من قار سطاچو ሻርፕ ሆኖ አይን ሰጣቸው ሁለት ክንፍ ሰጣቸው ይዘረጋሉና እንደገና ሰብሰብ ያደርጉታል እንደገና ቁዋ ሰጣቸው ያኒ በሰማይ ለአንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሳይሰርፉ ይበራሉ ከዛ በላይስ سبحان ربي العظيم ያኒ እነዚህ ፓይለትስ ተምረው ተመራምረው ባካለሪው ሳምጥቶ እንደገና መሐንድስ ሆኖ ኢንጂነር ሆኖ ነው እና አውሮፕላን መርቶ የሚሄደው። ወፎች እንዳልኳችሁ ከሳውዝ አፍሪካ ወደ ራሽያ ከራሽያ ወደ አውስትራሊያ ተሰብስበው ይሄዳሉ እና የሃዋሁ ካርታው ማን ነው የሰጣቸው እና የግሎባል እንትን የሆነው እንትን ማን ነው የሰጣቸው? አላህ
الله الله سلازي اندزي انا هاي لستاتش ويقبضنا ما يمسكون الا الرحمن انه بكل شيء بصير الى طيب انا اتذكر وندموش ما استوسو نقر علي من دنو بفرنسا اقر بفرنسا اقر يا ارتست سوددر تدرج عند كان ارتست مالت يعني بيجاچو بسكريتو ارغو ميسلو سئل وددر تدرج اهون كهولت موتو بلاي ارتست تسبسبونا بقى وددر يتدرج انتنو انت مكرا يتدرج فتنا يتسطى فتنا يتسطى مقرشا هولت بتشا انت تتقروا يعني كهولت موتو هولت تمرطوا معناتنو فيري اكس ፓርቲ ሆኑ አርቲስትስ ናቸው እነዚህ አሁን እነዛ ዳኞች ሰባት ዳኞች ናቸው እነሱም አርቲስት ናቸው እሺ እንግዲህ ሁለታቸውም ከእናንተ አንደኛ የሚወጣ ለማወቅና የዓለም ኖበል ፕራይስ የሚወስደው እስቲ የእናንተን ስዕል አሳዩኝ አሉ አንድ ቀን ሰጧቸውና አንዱ ምን ሳለ መሰላችሁ በእጁ አርጎ መጋረጃ ታቃላችሁ መጋረጃ በአማርኛ መጋረጃ ነው የሚባለው በትግርኛ ነው መጋረጃ ስትነገሩኝ በአማርኛ ምንድን ነው የሚባለው እሺ መጋረጃ በግድግዳ ላይ መጋረጃ ስዕል ግድግዳ ሳለ ማለት ነው ግድግዳ ሲስል እዛ ላይ መጋረጃ አደረገለት በስዕሉ አሁን እሺ የኔ ስዕል ተጨርሷልና ኑ እዩት ብሎ ሰባቱ ዳኞች መጡና መርቶ ነው የመጣ አመጣቸውና እሺ ይሄን መጋረጃ ከፈት አረጋውና ግቡ ወደዚህ ውስጥ አላቸው እሺ ብለው መጋረጃን ይዘው ሲገቡ ሁሉም ግድግዳው ራሳቸው መጣ ለምን ኤግዛክትሊ ኡነት መጋረጃ ነው የሚመስለው አንድ ሰው ይስዕል አይልም የት አለ ሲሉት እዚህ ውስጥ ቤት ነው ያለውና መጋረጃውን ከፈት አርጋችሁ ግቡ አላቸው ሲመጡ መጋረጃው መጋረጃ መሰላቸውና ከፈት አድርጎ ሲገቡ ሁሉም በግድግዳ ላይ ራሳቸው መጡ ማለት ነው አጂብ አሉ ሌላው ደሞ እስቲ አንተስ ምን ሳልካሉ ምን ያደረገ ይመስላችሁ ሁለቱም ሁለተኛው ከዚህ በለጠ ይመስለናል ላ አንድ ነጭ ወረቀት አመጣና ቱፋህ እዛ ሳለ ቱፋህ እዛ በእጁ አድርጎ በስዕል አስቀመጠው ከዛ ያ ወረቀቱ ቱፋህ የተሳለበት ነገር የተሳለ ይባላል ወንድሞች እሱ የተቀረጸ ስዕል ከስዕል የመጣ ነው የተሳለ ይባላል እሺ አፕል አንድ ቱፋህ በወረቀቱ ሳልና ከዛ በኋላ በዛ በእንትኑ ግሪን የሆነው ቦታ እዛ አስቀመጠው ከዛ በኋላ ዳኞቹ ጠራቸውና ተመልከቱ አላቸው ውጭ ወጥተው ሲመለከቱ እንግዲህ አሁን ጉዳያችን መጣ አንድ ወፍ ነው አሉ ከስንት ኪሎ ሜትር በላይ ቱፋሁን አየና ተወርውሮ መጥቶ ሁለተኛ ቱፋህ መሰለውና በሚንቃሩ አድርጎ ሲመታው ለካ ወረቀት ነው ይሄዳልና አላመነም ወፉ እንደገና ተመለሰና ቱፋሁን ሲመታ አልተያዘለትም ሄደ ሶስተኛ ተመለሰና ወረቀቱን ብትንትንትን አደረገው ምን ሆነ ይህ ሁለተኛ ቱፋህ ነው አለ ለምን ድኖ የማይበላ አለ ወፉ ማለት ነው እና ስዕሉ በጣም ኤግዛክትሊ ቱፋህ አድርጎ ነው የሳለው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ተመልከቱ እኔ አሁን ምን ሪሳላው ምንድነው ያኒ ያ ወፉ ከሰማይ የበረረ መጥቶ ቱፋህን አይቶ ነው የመጣ ነው ዳኛዎቹ ተሰበሰቡና ኖቤሉ ለማን ንስጥ አሉ አንድ ጥሩ ብልህ ሰው ነበር ምን አላቸው ያ جماعه አላቸው የቱፋህ የሳለው ሰው በጣም የሚደንቅ ነገር ነው ይሄም መጋረጃ የሰራ በጣም የሚደንቅ ነው ላኪን ቱፋሁ የሳለው ሰው የወፍ ጭንቅላት ነው ያታለለ ያ መጋረጃ የሰራ ግን የሳለ የሊቃውንት የሰው ሊቃውንት ጭንቅላት ነው ያታለለና ኖበል ፕራይዙ ለዛ ይሰጣሉ እነት ትክክል ፍርድ ነው ምክንያቱም ሰዎች መጥተው መጋረጃ መሰላቸውና በቃ ዱ አደረጉ በእንትን በራሳቸው እና ዋናው የዚህ መልእክት ምንድነው ወፍ ከላይ መጣ ቀለቧን እንደምታይ ይህ ህክማ ነው አይደለም
هنيدو مؤن كذا نكتل استي. ثم قال سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يقول اسمعوا من الذي ينصركم الله إلى إن أنت سويت شجر كمتة ألات كمتة يعني أندان بلاء كمتة من نوم يقلع قلاتشو من نو نصر يمستاتشو نعم أم يكنو من هذا الذي هو جند لكم. يقول هل عندكم جنود لا أعلمها الله اللهم ما يقوى تهدرش كأن أنت قالوا كل شجر يقلع قلاتشو تامه من نوم يعدنه ألات مأتو من نوم يقلع قلاتشو انجرا اته منو ميسطه طورنت ادرك منو اشناف يميادرغه وتادروش قالو ويس يعني يتدفنوا الله ما يقاچو يميردواچو نغر قالو يلوم لكن هن ياوقوا عليه ان الكافرون يقول ان الكافرون الا في غرور لكن انذي كافروش يهن طياقه تطيقوال منو ميرزقاچو الله من نو يعني ك ك ك كطرنت نصا يمياطاچ الله من نو زناب يمياوردو الله من نو كله الله يلالو لكن مشرشا من عليه ان الكافرون الا في غرور لكن بتئبت ان بكدات نو يالو الذي انتن يلالو. طيب لكن الكافرون في غرور يعني كبرياء وغطرسه وثقه بنفس بس براساتشو تمامنو الله أن يرسو كافروش ناتشو اندقنا من عليه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه استلتيكاتشو إلى الله سبحانه وتعالى الله بالا رزقه هونو بالا تسقى تسقى ونا رزقه يزو ألسات أمبيل أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه يعني لو أمسك السماء أن تمطر سماي منم أين الزناب لا تازن بي بلو بكالكلات وامسك الارض مريت وادمو عندي تاكل اندا تابق لي بلو تزاز بيسطان وامسك الشمس صحي وادمو برهاننا موقت اندا تاوجي بلو تزاز بيسطان وامسك القمر بلليت دومو چلما بهونهبت انت چرقا برهانه اندا تسط بلو وامسك الحيوانات دومو انسساوچ بمودو وتت اندا تسطو أقلقلت أن لا تسطو يمقواجا أنت لا تسطو بلو ولت قلبتاتشو بسوراتشو من تلالاتشو وجعلك الوحوش نزي بري أهيا فرس فيل بق أنت أوري بيادرقاتشو الله سبحانه وتعالى. لو لم يخلق الله الموت الله سبحانه وتعالى موت بايفت أرنرو استيك آدم جمرس كهندرس ينبرو سوش بايموتو نرو لو كان الجماع كسيت مجنانيت يسكس جنينيت بسميتنا بتأم بيهون بسكأينا ببين بيهون نرو ما نم يولد وندمش كمستقاكو لجند ولد بلا حد اللي عند سو كمستقا مجنانيو لا تأمننا لسميت وسميتون لماركات بلون تني هذا الجنة بتأم تفاج سلوهنا لجي جرزة الرجزان النا يهن جمع بسكأي بألم ببين بيهون نرو. لو كان الوقت كله نهار جزياتشن بمولو كأن ليليت يللو كأن بيتشا بيهون أو العكس ويمدمو كأن يللو ليليت بيتشا بيهون لو كان الرزق بيد الإنسان سبحان الله أخي لو إيمان برنامي كفت الله رزق بسو إج بيهون سمار لا تشون دموش أمريكا لا تشو رزق أتشو بأوباما إجنا بأقرقجو إج وين بمستر جون أو بمستر سكرين إج بيهون يهدك يزاري قرس ستين يهدك يزاري متن ستين لتلنو. إذن لزيه الله سبحانه وتعالى بقرآن من علي من أعجب آيات القرآن بتأم كم يقرموتي الله قرآن من إلال
እነቱ ኮኖ ተመልከቱ ለዚ ነው صدق الله صدق الله የምናበዛው አሁን የማነበው አያ صدق الله የሚያሰኝ አያ ነው من على الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء رقم 100 آية رقم 100 في سورة الإسراء قل يا محمد بلا تشوستي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا رزق بإجاتشو بهون يا رزق مخزننا يا مقب يا متات يا جنزب يا من هلو بسو إج بهون إذن لأمسكتم انداي تشرسن انداي انداي غودلن بلاچو سو تفجو نبر براب لأمسكتم خشية الإنفاق لأغوته ليج تسطاله ليلا سو غنا تسطم لأكست ليج تسطاله ليلا سو غنا تسطم انا اندزي هيون نبر الحمد لله يسونا انس السارزق الله بإجه يدركو مسكنا يدرسه አያው ኮኖ እንደዚህ ምናገረው እኔ አይደለም የተናገረው ይወላል ሐሰናት ሰላማት ጽፎላችኋል قل لو انتم تملكون قطر متو بسوره الاسراء قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا من هون نبر لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا قطورا بخيل عند سو ستام يلم سو رزق بإجو بهون أبو أنيس تنش يعني كان دسو كاكورفة كذا رزق ميسات أو سو كاكورفة أبو أنيس سوكو متطوال بدا جافر من فلقو رزق فلقو إشي نغا بلوستي نغا يمتال يلم بلوت كنغا ودا يمتال أري أمو تال تنيتو بلوت كنغا ودا أري رزقو تاج أرس بلوت أبو أنيس برابي موت نبر أري لم ديون نموج أسك إني مسلال نغرو لكن الله اندزينو ميلو قل لو أنتم تملكون بإجاتشو بهن نور رزق خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق يعني ندايج أرسن بلاتشو دهنت انتن سستامنت يكلك لاتشو نبرنا بمسرتو على الله وكان الإنسان قطورا وفوق كل ذلك كهل كتناقر كتب لايكا من دنو لو أمر الله الهواء ألا يتحرك الله لعندك ان بتشا 24 اورس بس اتو نفاس زاري اندت انقساقس بلو تعزاز بيسط لنفاسو نفاسو درك بلو ستوك بيارق سنت سوي موت نبر وندموش نغرنج سي صافولين سنت سوي موت نبر نفاسو لعندك ان بيقرط ارا بتول لعندك ان لعند ساعات بيقرط افري روح يالو بمريت ሁሉ ይሞት ነበር እንግዲህ የአላህ እዝነት ተመልከቱ لو كان الهواء لا يتحرك بل يقف بل من المضحكات يمياسق نجر لو كان الهواء بالمال وبالكفيل كفيل اتاقمنا انت እኛ ሳውዲ አረቢያ ያለ ነው كفيل ناقالን ስፖንሰርሺፕ ማለት ነው አለቃ ማለት ነው አለቃ وهايم انفاسو የማይሰጥ ቢሆን ገንዘብ የሌለው ንፋስ ሊያገኝ የማይችል ቢሆን እኔ አሁን ቢሆን እንደዚህ ቢሆን እማበዛው ምንድነው ታቃላችሁ والله اهل التوحيد توحيد عقيده የሚያስተምሩ ምን አሉ ንልንገራችሁ ያሉት ለው ላም ዋው ለው ቢሆን ኖሮ ማለት ነው አይደለም ለው في العقيده تنفعل ولو في القضاء والقدر تضر لدقمو لو يمتلو قال بقضاء وقدر وجينج لجيكو كقوادنياو بايوتان نرو اي موتهم نبر وجينو ايه نقل يا اخي قزيو سلا درسنو يموتو انيكو يتشن سيت بالاقبا نبر ييني محمد ليجكو الولدو نبر يتاباته كمان تولدو الله انقدي يهون يهون بقضاء وقدر الله بقدره لو ندزي بيهون نرو ندزي بيهون نرو يا سكر بشتا يا دم بذات بشتا يا نقرسا بشتا يا لب بشتا نو ميامط ابه لو بعقيده جن بتام تلك 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 فايده له ترساتشن لك سونتاتشن اندم يرزم ترسوشاتشن بيرزمو نورو مرزماچو باياقومو نورو አሁን የሸኽ ኢብራሂም ጥርስ 2 ኪሎ ሜትር ይدرس ነበር
اونت ጸጉራችን የሰውነታችን ጸጉር መቀሳርገን سنቆርጠው የሚያመን ቢኖር ጥፍራችን በመቀስ سنቆርጠው የሚያመን ቢኖር ከሰውነታችን ያ جماعه የፈለገውን አካላችን በቢላዋ በመቀስ بنነካው እንላለን لكن ጸጉራችንና ጥፍራችን ሲቆረጥ ግን አንዳንድ ጊዜ ወነቴ ነው ልንገራችሁ ወንዶች እንደኔ ናችሁ ሴቶችም እንደዚህ በርበር እንትኑ በርበር ጸጉሩን ያስተካክል ሄድና ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ጸጉሬን ሲያስተካክል እንቅልፍ ይወስድብኛል والله በመቀሱ የቆረጠው እኮ ነው ደስ ይልሃልና ኢንጆይ ታደርጋለህ አይደለም ዴ ወንዶች ጸጉሩ የተቆረጠ ደስ ይልሃል ደሞ እሱ በራሱ አርጎ ዘይት ምናምን እንዲያደርገ ሲያስተካክል ሲያስተካክል والله አይኔ ጭልምልም በቃ ይሄዳል እንደዚህ በመቀስ የተቆረጠ ደስ ይልሃል ጥፍርህ ራሱ እነዚህ ሁለት ብቻ ናቸው ማደጋቸው የማያስቆሙ ምክንያቱም በመቀስ ሲቆረጡ ስለማይሰማህ ማለት ነው الله في عباده حكم جليلة الله በፈጠራቸው ባሮችና በፈጠራቸው ነገሮች ብዙ ህክማና ብዙ ጥበብ ነው ያለው طيب ልንገራችሁ يعلم الكافر كل هذا اهون يالنو بمولو كافروش ياقالو سلازي الله من عالم مشرشا بل لجوا في عتو ونفور بل لجوا يهون كل نعمه ياوقو بل لجوا في عتو ونفور هيك ايا سوره تبارك نج كليلا كوجا متخوات ايا ادلهم بل لجوا في عتو ونفور اللجاج هو الدخول بقوة وبسرعة وبعنف عند سو لجا سبال قفترو برون قفترو بعنفنا بحيل سيقبا لج بلال لجاج بلال يعني هؤلاء دخلوا في إنكار وكفر وجحود بكل كيانهم يعني بهل هايلات شو نبياتشن انبيالوت بل مسارب جمرو بل ممتات جمرو بل ጦርነት ከነቢያችን ጋር ማድረግ ጀመሩ እንደገና ደግሞ ነቢያችንን በስህር አርገው ለመግደል መኮሩ ተሳደቡ መጅኑን አሏቸው ቁርአኑ ይህ ነገር እንግዲህ ጣለው ቁርአን አይደለም አሉ ያላልት ነገር የለም ለጁ في عتو عتو ምን ማለት ነው ትልቅ ወንጀል ማለት ነው ድንበር ጥሶ የሚሄደው عتو فلما عتوا الى القران سبحانه وتعالى ان ወደ ወንጀል ሲገቡ በሙሉ ሰውነታቸው በሙሉ ጭንቅላታቸው ገፍትሮ በኃይሉ ነው የገቡ በለጁ في عتو እና መግባት ብቻ አይደለም ونفور ደሞ ከሐቅ ልክ አንድ ጥንቸል ካንበሳ እንደምትሸሸው እነሱ ደሞ ከቁርአንና ከነቢያችን ከሐቅ ነገር የሸሹ እነዚህ ኩፋሮች በጣም ይገርማል ለላህ ሱብሃነ ተዓላ በለጁ في عتو ونفور يعني نفروا عن الحق نفورا مسرعا قويا طيب كذاك اطلو هيا هلتن يو هيا من على الله سبحانه وتعالى ارل انقراتشو ان انت كفاروش لنقراتشو سن انت كفاروش ان انت مؤمنوش مشمر استسمونينا على الله سبحانه وتعالى افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم ذكر الله سبحانه وتعالى هنا رجلين هلت سوش تقسى الله سبحانه وتعالى عنده كافر نو يمشي منكسا رأسه عنده سيهد منقدو كوربتانو كلكولتنو داقتنو دنقاما نو عشواما نو ترمسا لو منا لو عند رمجة ستارك اقريه مفنكت انتنا لي سلزي مني هنا سويو سيهد قطا راسون ودلا يرغو ايهدم يودقال ينسال دنگا يمتوال اغرو دم يوطال اغرو انتن يهونال اندغنا ارمجا سيهد يعني ودلا ايايم لما يت ايتشلم ود قني ود غرا لما يت ايتشلم لمن منغدو بمولو باشوه بترموز بدنگاي بكوربتا بدن بداغت بقلقلت سلامولا دنگرغرغرغر يتولاغده نو ميهدو ይሄነው ሚሻለው አመን يمشي سويا على صراط مستقيم
ويم ليلا سو يتقسو الله منجدو لملم نو ترقيا نو يتاوك منجد نو بتام ده سيلال سو يوقمو ودا قنيايه ودا غرا ودا فيت ودا لاي ودا تاش يايه يتزنانا يمهدونا يا سو يو يودق يتولاغدم يو عند ناتشو وي على الله سبحانه وتعالى افمن يمشي مكبا مكبا مات يعني فيتو بمريت لاي يودق ينكب مكبا على وجهه اهدى سنو بطرو منجد يالو اما يمشي سويا على صراط مستقيم الجواب لا من يمشي على صراط مستقيم سنو مشالو ذكر الله هنا رجلين كافر يمشي منكسا رأسه يقوم وينطرح لا يلتفت يمينا ولا شمالا لأنه مشغول بالعثرات لا بانكفات 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 بتقام بيزيس لهوني ودك أن يكون لما يتنا انتن زور لما لتدل يلوم نعم من حجارة ونبوة نبوتك الله شو تنش وطايا لمريت مالتنو لزينو نبي نبي مبالو نبي لمدنو نبي يتبالو اندموش نبيو نبي يتبالي كسو تنش ودلاي كف يالس لهوني نبوة نبوة مالت بمريت وطايا لتشو كروبتا مالتنش مريتو ست يعلنو قن ياتشو وطايلتشو الزاكوش امتلات منامن دزيو نبوات بالالش نبي دمو كهل سو ودلاي وطا فترتنو ونبوات ومشاكل نعم يمشي مكبا على وجهه والرجل الثاني مؤمن يمشي على صراط مستقيم رافع الرأس مستقيما ويرى على يمينه وعلى شماله وفوقه وتحته وخلفه وأمامه كيف يشاء يجري كفلقى يا مستقيم هنا وسم كفلقى يروطال ويهرول ويمدمو دبدب ياله هدال ويمدمو يمشي كسبلو هدال اند فلقى مكنياتهم سلام هنا من قد نو يرقطو هل يستويان هلتم عندناچو ان انت كفاروچ محمدنا ابو جهل عندناچو صلى الله عليه وسلم ولعنه الله على ابو جهل ابو بكرنا ابي لهب عندناچو لا الوليد بن المغيرة معاذ بن جبل أندناتشو لا هل يستويان يا أخوة في هذه الآية لفتة أهن أند مستيرا لدومو بزي آيازي تراسو لقباوة يتشلم طلبة العلم بيتشانو إن أمو سيهام إن أبو أنيس يمساسرون إن أستاذ نور حسين أهن طلو لقباتشونو سنناقر ليلو تشوغن بمدقاقم لقباتشو يتشلال الزي لا أند مستيرا لبزي آيازي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قال العلماء في هذه الآية لفتة جميلة لا يمكن أن يعرفها إلا الراسخون في العلم المتأملون في أسرار القرآن القرآن فكر القرآن تفسير فكر يعني لا تشو بتشانو إمياكو تالي من دنوسو قالوا ذكر الله عن الكافر أحواله فقط يكافر هنا تاو بيتشا قلصي أفمن يمشي مكبا يودك يتنسى بلو زم على الله مكبا مضطربا منكسا على وجهه بلو زم عليه طيب ولم يذكر صفة الطريق من قدو من دهوني كربتانو ستيالنو لملمنو القلص أم الله سبحانه وتعالى بيتشا بشقرن دال قلصوان ولم يذكر صفة الطريق لأنه ليس بطريق الله أكبر كافر يمهدبت من قد أدلم من قد سلال هنا من قد دزهنا وبلو الله القلت بيتشا بشقرن دالي دمي ودك دمي النسا دمي فنكت دمي وطا دمي تشقر قلت من قد بلو ألتكسهم مكنياتهم يكافر من قد أدلم ولا يسمى طريقا ولو كان طريقا هو طريقا محفوفا بصعوبات والمشاكل والأذى وإذا سمي طريقا أيضا فهو طريق المهوسين يمجنونوش إن شنكلاتاتشو يتمتو ينسو من قدنو سلزي من قد يمبالك أو يكبرك اللي سطوها الشالب يكافرو من يوم كافر يمهدبت من قد هذا اللمالي واكتفى بقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه
ሁኔታው እና ችግሩ ብቻ ገለጸ አሉ። يمشي على اي شيء لم يذكر በምንድነው የሚሄደው ካፊሩ ጠሪቁ መንገዱ አልተናገረ በአላህ ምክንያቱም መንገድ ስላልሆነ ያለ اما طريق المؤمن هو معروف اما يمشي سويا على صراط مستقيم على صراط المستقيم يؤمن جن قلت نجر نو ست على منجد نو لملم نو مستقيم نو يالتولى منجد نو يشوهنا دنقاي للو صراط مستقيم نو بلو يا مسلمو هنا يتوال القلت سم يا مسلمو يا منجدو تأم قلت سي يا كافرو يا منجدو نجر ساي قلت هنا يتوال بيتشا قلت سهلي يعني طريق واحد مستقيم يوصلك الى الجنه دايركتلي كتا ود جنان يوسد من قدنو يا مؤمن ولا ينحني الى اي شيء ود قني ود قدغرا يمتمزز ادلم لك عند اند لاين شافو كيازك جنان يسكبه سلوهني صراط مستقيم سوي بلو قلص والله سبحانه وتعالى ولذلك لو تاملنا في قوله تعالى الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم بل لا يا من الال ان هذا صراطي هذا صراطي هي من قد نو سنت من قد تكسى الله سبحانه وتعالى عند يمؤمن من قد عند نو ولتنيا يلو ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل مش سبيل سبل يمؤمن يا هنا جن መንገዱ ብዙ ነው አለ የሙእሚን ግን አንዲት መንገድ ነች ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل سبل بلورال ማለት ነው سبيل عند نو سبل ብዙ ነው السبل فتفرق بكم عن سبيله ብዙ መንገድ ሌላ ከስልምና መንገድ ከወሰዳችሁ ግራ ይገባችሁ አልተጠፋላችሁ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يعني سبيل الضلال كثيرة جدا يتفات من قدوش تقطروا ما يالكم بزوناتشو يسلمنا من قد عندي اثنتش لو أردنا أن نعدها يكفرنا كسلمنا يوتا من قد بنقطراتشو أي تشرسو لمثالي يا إبليس من قد من قد نو طريق الهوى يا سميته بسميته ميهد سو دمو كل غزه بسميته ميهد يا راس منغدالو شيطان تكتلو ميهد يا راس منغدالو طريق الدنيا يا الدنيا فكر يالو للا منغدالو طريق النصارى كريستيان يوم يهون يا كريستوس انتن تكتلو ميهد للا نو يا يهود طريق يا زي دمو يا يهود طريق يزو يهدال هندوس بري ميغزو دمو يا راساچو منغدالاچو البودا بودين دمو بوزين النزي دمو بودا ميبالو الى حچن يالو بزه هيدالو الشيوعيين النزي كومونست بارت دمو ماركسين يتكتلو يهدالو البوزيين القبوريين قبر يميغزو دمو عالو قبروش يمياملكو دمو ينسو طقالاچو الا دينيين دين يدلاچو كنچراسو دين يلنم يميلو دمو ينسو طريقالاچو الديمقراطيين ديمقراطيان يالو لسيت سد ديموكراسي يسطو لوند سو بقى ود اسسا يقيروت وندو لوند ديا غبا يادرغوت انزي دمو يراساچو منغدا لاچو الى اخره قطرستي اسك فجر اتچرسو يكفرنا يطفات منغد بزو ناتشو ادلم اذا ولا تتبع السبل انزي منغدوچ كتكتلاچو فتفرق بكم لتطفو نو طيب من نكتل صراطا مستقيما يا الله من قد بتشا اما الاسلام ما هي الا المحمديون فقط يسلمنا جن يا محمد من قد بتشا تكتله جون لجون كنبياتشن جنة متجبابت عندت من قد نتش يقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكروا اورنا بأيني يميهد عندنا تشو ويقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب كذا قلت له مجرشة آيات شنزاري مجرشة انتنو يقول
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إلى أن أنت سويت الله سيفطراتشو خلقاتشو فطراتشو وجعل لكم السمع جروه لتسطاتشو يمتسموبت والأبصار ولت أين ستاتشو يمتهيبت والأفئدة عند اللب دمو كعقل قا لبن عقل دمو يهن نقر أبسلو 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 بجرو يقبى بأين يقبى هلتم أمزازنو تبخو كوكارغو فر يميستنا يمشارشا وسان يميست دمو قلب ستاتشو قليلا ما تشكرون أتمسقنوم الله جرو يللو سو يما يسمى من أين هنتانو يلو أين أوري هنو من أين تنو هنا تعلو ابدي هنا ولبو يم ما يسرى من أين تكون هنا يعلو إلال يا أخوة لاحظوا الله خلق كل أعضاء تملكت وندمج سونتاتشن كراساتشن اسك إقراتشن هلو فترى الله سبحانه وتعالى جسمنا الرجلين هلت إقر فترى اليدين الكليتين هلت كلاليت الأمعاء يعني big intestine small intestine in below انجتاچن الكبد هوداچن الذكر بلتاچن كل ما في الجسم هلن سايتقس زم على الله سبحانه وتعالى يتقساچو سوس بتشاناچو خص الله بالذكر ثلاثه اعضاء فقط السمع والبصر والقلب ادلم قل هو الذي انشاكم فتراتشو إشي كوزاس وجعل لكم السمعة ولت جرو ستاتشو يوم تسمو بات والأبصار ولت عين ستاتشو يوم تايو بات والأفئدة لب ستاتشو قليلا ما تشكرون نا يهون هلو أكلاتشن سايتاكس زنبلو سوست بيتشايتاكس لمن لمن بلن تأيك لأنها هي بل هي فقط النزي سوستناتشو بلن زمان للم لا النزي سوست بيتشاناتشو أنت تسمى بها إنسان سو بله متتقرأو بالنزي سوست بالشاراتشو أقسم بالله هذا الحق هذا هو الحق كالنزي سوستو سوستم بيتأفو أنت سواد اللهم كفلك دنقاي هون كفلك فابريكا هون كفلك يفلكون هون النزي سوستناتشو الله مرتاتشو تسمع بجره ترى بعينه ثم القلب بجره متطوره الله كعينيه متطوره الله هلتم يقبلنا قلبه فرد يسطال قالوا جميع اخبار التي تسمع تدخل بالاذنين وجميع الاخبار التي ترى بالعين تدخل بالعين ثم القلب والعقل عقلنا قلبه هلتم هنا يحللان ويقرران بل يقرر القلب قرارا نهائيا مجرشا وساني يميست بجرو يقبا وري بعين يقبا انتن هلتم استايتو نا ترو فرد يميست قلباتشن نو كعقل قهنو وبدون هذه الثلاثة الإنسان لا يسمى إنسان أبدا بهذه الثلاثة تدخل الجنة وبهذه الثلاثة تدخل النار يسولي الجنة جهنم يميقبا يميقبا والله بالنزي سوسنو جروه الله يودو بيتشاك سمهلت عينه الله يودو بيتشاك يهلت لبه عيني الله سبحانه وتعالى يودو بيتشاك حسب كلت لا من قري عند سو من اجي لنيال يا جماعه اجي على چنقلات ينقساقس አይችልም بچنقلات يالو نيرف سي تزاسي ستنو اجي ينقساقس اجري ينقساقس بقولوا اكلات ينقساقسو چنقلاتنا قلب يميسطو ملأكت بالنسو من كساكسو تمام والقلب لا يقرر شيء إذا ما أتاه من الخارج لذلك قال سبحانه وتعالى أفلا تشكرون النزي سوست مسارع ستواتشو جنة يمتقو ببتي ستواتشو التامس القنوم والخطاب للكفار واندموش يهن أن نقاقر لمؤمنوش عدلم مؤمنوش ما نامس القنالن يما يمس القنو كفارش ناتشو بمجرشا من عليه قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون بلو جفر استندفل لقاتشو
الله اندامت اچو ليوسداچو نو قل هو الذي ذرأكم ذرأكم بتغرنيا بامرنيا يبلال زريو زرى يبلال بامرنيا سنديا امتته بمريت لا ستزراو يبلال ادلم ندي او يبلال بتغرنيا زريو يبلال يعني سنديه طاف امتته بمريتو انتن ارغا تارسواله يبقلال معناتنو الله السنه يزراچو بمريت 7 بليون سو بمريت يالو ما نو يزراچو يمطاچو الله نو اندامطاچو اليه تحشرون نقدم ود الله لتهدونا لبارغو عليه يزاري تفسيراتين زي نقمال ان شاء الله لب يالو لب يبل قرانو طافاج نو تفسيروم طافاج نو مستيروچوم طافاج ناتشو الله بتشا بمنلو بمنسماو يمنسرابت يادرغن الله سبحانه وتعالى اندنزا الله بسورة البقرة اندالو ينعق ينعق بلو يتقسو ينعق مالت اند اهيا بجروي سمال بتكبرا يولو تمام من دنو قل مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفارا حسنات أم توستزي بسورة الجمعة يلو بسورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا يجن آيات أفل نستي أهي أهي سلاسة مسافة بتتشنونا استي يهن نقر بزالة لايبراري أدرسهونا بتلو كذابو هلا ثلاثه مصحف يزو يهدال احياو عنده بمنجد اغنيونا مندنو يي مصحفت انببكو من لا نبو الچلو مالفل يو ين يهنو على مثل الذين حملوا التوراة انزي يهودوش ناتشو انببو ايغباچوم بيغباچوم يدبقال من ما ايغباچوم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها من معناته يحملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني بتصافونا الله باوردو يما يسروبت كمثل الحمار اند اهيانا تشو نسو اهيا من ادرج جيتاي يحمل اسفار اسفار معنات انسايكلوبيديا مصحفت منامن بزو بجربوا لا يشكمان بن بمصحفو من ده تصافا عقب بئس مثل القوم اند اهيا يهونو سوج الله اطفاتشو الله ارقاتشو الى الله يراغمال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قدي يزاري تفسيراتشن الزيه الناس قوم على إن شاء الله أبو أنيس أستاذ نور حسين وموسيهم بأمريكا اللاتشو تنش كما يساعت اللاتشو مسالين لزهور إن أنت الناس قدمنا كومنتاتشو ستي أسمون مايك لأن أنت والله أعلم والله أعلم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.